مرحبا، انا اسمي ينال، اليوم رح نحكي عن الجامعة. هلا شوفوا، انا طالب سنة ثالثة بالجامعة، والاشي الرئيسي اللي بدي احكيه بهذا الفيديو هو الجامعة مش زي ما انتم بتتوقعوها. هلا انا ما راح اكون من هدول الناس اللي راح يخوفوك من الجامعة، ولا راح اكون من هدول الناس اللي راح يريحوك من الجامعة ويحكوا لك انها اسهل مما بتتوقع، لانه خلينا نكون واقعيين، الناس المتغلبين بالجامعة راح يقول لك انه الجامعة صعبة والتعب، يا ريت نرجع المدرسة، والناس المرتاحين او عاملين منيح او وضعهم سيء لدرجة انهم بطلت تفرق معاهم وصارت بس تفرق معاهم النشاطات الاجتماعية راح يحكوا لك انه الجامعة سهلة ومريحة. انا احكي لك عن الحل الوسط اللي ان شاء الله راح يوضح الموضوع انه كيف الجامعة، وممكن الموضوع يعجبك او ما يعجبك، هذا رأيي شخصي. خلينا نبدأ باول تصريح او تصريح ممكن انت سمعته كثير من طلبة الجامعات، الجامعة مش زي ما انت بتتوقع، اصعب من المدرسة، يا ريت نرجع توجيهي، وانه الناس كذبوا علينا. هلا حسب رأيي الناس اللي بيحكوا لك بالتوجيهي او بالمدرسه ادرس شد حيلك عشان توصل الجامعه وما نسالك، بيحكوا هيك عشان فعليا ينقذوك من مسمى اسمه راسب توجيهي، اللي هو اشي مش غلط او عيب. بتضلك ترسب بكليه الطب او الهندسه تحت مسمى مهندس او دكتور احسن من انك تتسمى راسب توجيهي. هذا الحكي لا يعني انه الجامعه صعبه، ولا انه اهلك كذبوا عليك وانه مستحيل تنجح بدون معجزه. الحقيقه هي انه الجامعه بتتطلب اشي اسمه توازن. ايش يعني توازن؟ يعني انك تدخل على الجامعة وتستمتع وتعيش حياتك، بس برضو انك تدرس، لانه صدقني رح تضطر تدرس. ولا عمرك استغربت انه تشوف ناس لسه اول اسبوع لهم بالجامعة بتذمروا من محاضرات الصبح وبتذمروا من الجامعة وانها بتغلب؟ السبب بهذا الاشي هو ولو هم نفسهم مش عارفين انهم دخلوا الجامعة بفكرة انها اسهل بكثير من المدرسة، انها تتطلب الشغل زي المدرسة، انه هي بس استراحة. بعدين هم بيتفاجئوا بمحاضرات وامتحانات وقائمة الحضور والغياب. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، ومصطلحات انجليزية جديدة، الكالكولس اشي بيعذب. هلا الهدف من هذا الفيديو مش انه احكي لكم انه الجامعة اسهل من المدرسة ولا اصعب من المدرسة، الهدف من هذا الفيديو انه احكي لكم انه الجامعة بدها دراسة وشغل، بس برضه فيها اشياء جديدة، اصحاب جداد، حالك ناضج اكثر، وإلك مساحة اكثر تعبر فيها عن نفسك، واخيرا رح تكون عندك فرصة انك تدرس اشي بتحبه وانت معجب فيه. يعني شوفوا، الجامعة لا تعني انه انت خلاص وصلت، انه حلمك تحقق وفيش اشي تعمله، رح تتعب، ماشي بتدرس طب، بس هذا لا يعني انك رح تتخرج طب، لازم تشتغل وما تعلق في كلية الطب، وممكن انت اصلا ما تعرف تدخل تخصص انت مفكر حالك ما رح تحبه، وبالاخير تبدع فيه وتحبه. القصد من الموضوع من الاخر اشتغل بالجامعة، بعرف ان الجامعة صعبة بس مش مستحيلة، ما تتذمر، اشتغل، ادرس. هلا لاحظت انه في وسخة هون، بعرف شو طلعت بالفيديو، بس طلعت بالفيديو. بعرف انه حدا حيجيني ويحكي لي انه تخصصي ابصر شو هذا صعب مش سهل، بعرف بس مش مستحيل. هذا الفيديو توعية لكل طلاب الجامعات وتحفيز لهم انهم بيقدروا يعملوا كل اشي بدهم اياه اذا درسوا. وعشان يدخل على فيرست ومتوتر من فيرست. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، اذا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو انتوا خرافيين. لا تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير لاصحابكم اللي بالجامعات لهذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، تنضموا لجيش الخرافيين يا خرافيين، وبتوافقون الرأي ما بتوافقون الرأي، جامعة صعبة مستحيلة احكولي بالدسكريبشن، احكولي بالكومنتس تحت، وان شاء الله حرد عليكم بلكي بدينا نقاش. واشوفكم بفيديو الجاي، سلام.